هادو ماشي جهدو كانوا ضوني وقالوا لي ماما ديرنا حليب، عاودوا رقدوا ولا كيفاش؟ عاودوا وليت الكوزينه ما نصيب لا صالح لا حتى واحد. رحت ليه الشمبرا رقدوا في السابع نوم. انا هنايا نهرت بالبكاء وحسيت روحي راح نهبل، نوضته بالعياط تاعي وقلت له الدار ما راحيش نورمال ولا انا راح نهبل. وليت نبكي ونجبد في شعري، من بعد وليت نخبط في راسي على الحيط، حسيت روحي فقدت السيطره على روحي. خلاص خلعت انا وخلعت في روحي، هو ناض مخلوع عنقني وقال لي خلاص اسكتي ما كان والو، غدوه ان شاء الله عندك بسيكولوج بالك حاله نفسيه راهي معك. هذا ما كان، رحنا لطبيب نفسي وحكيت له واش راهي صرا معايا، قال لي نعطيك دواء وراكي في حاله نفسيه. هذا ما كان، بصح ما كان حتى نتيجه، نهار شغل يفوتوا والحاله نهار تفوتوا عفوا وتزيد الحاله تتكهرب اكثر واكثر. وهذاك صالح اللي ما كانش مأمني حتى هو ولا يشوف صالح قدام عينه. واحد خطره كان قاعد في الصالون مع الدراري، قال لي روحي جيبي لي نشرب، روح جيب له الماء وانا جايه نمشي وفي يدي القرعه ونهضر معاه. حتى نترفد للسما ونتخبط في الارض، حسيت واحد جبدني من شعري، بصح هذه الجبده قويه والطيحه اللي طحتها ماشي نورمال. ترفد للسما وطحت مكسله، جا صالح يجري ليا وانا وليت نبكي وخايفه، وهنا كي شافني كيفاش طحت عرف بلي حاله ماشي نورمال. جاز هذاك الوقت وقلت له شد لي صورة البقرة، عندي بزاف ما قريتهاش بالك نكون نسيتها، شد لي هو المصحف وانا راني نعرض له فيها، وكنت نجود ونقرأ بصوت عالي كل حق الآية هذه أعوذ بالله شطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فأصابهم إعصار فيه نار فاحترقت. سمعنا واحد الجري في الهول وتجري شغل تقول عواد راهم يجروا في الدار، موراها نسمعهم في الطباسة يتكسروا في الكوزينة والخبط في البيبان. يا خاوتي هذاك الحس كل ما نتفكروا أنا وصالح الحمنة يتشوك، ولكم أن تتصوروا الوضع، ولادي ولو يبكوا خافوا. من بعد صالح راح يجري للدراري يفدهم وحضنهم وقالوا ما تخافوش، وأنا قلبي ولا يضرب في المية، قلت له ها دوكاني نتخايل لا دوكاني مسوسة. سكت هو كلمة ما قالهاش، قعد غير مخلوع. لحق الليل ورقد الدراري في شمبرتهم ودالهم شويه قران، دار لهم عفوا شويه قران في تليفونه. من بعد جا ليا وقاعدين تتناقشوا، وحنا على هذيك الحاله والجنون والجو مكهرب، الحاله كاع ماشي نورمال. بعدها رقدت انا، نمت واحد المنام نوم مشغول فيه مرة جات ليا البلاستي وانا خايفه في داك المنام، ونقولها منين جيتي؟ قالت لي شوفي راكي اذيتينا، ما كفاكش يعني جيتوا لداري وقلقتوني انا وعائلتي وتزيدي تقرا القران. هذيك المره تخوف، هي واقفه عندي ورجال والدراري واقفين عند الباب تاع الشومره. من بعد جا ليا راجل ولا يجي فيا بيديه حبي يخنقني، وانا قاعده نتخبط حتى نوضني صالح، نط خايفه مرعوبه ونبكي. راح جاب لي شربت الماء وقال لي المنام اللي نمتيه انا تاني نمتو، حكيت له عليه، بصح هو شاف غير المراه ورجال ودراري دور في الشومره. من بعد دخلت عنده ورقدت وانا خايفه، بصح ما قدرتش نرقد، رقبتي كانت تحرق. قلت له صالح ما قدرتش نرقد، قال لي راكي عندي ما تخافيش. قلب لي رقبتي نخلع وضبح، قلت له واش كاين؟ قال لي والو والو خلاص. دخلني عنده قال لي ارقدي، قال لي ما تزيديش كامل دوري له، اقعدي غير عندي على بالكم وعلاش، لانه رقبتي صابها كامل زرقاء واثرت على يدين كشغل صح واحد خنقني كيما قلت لكم، خنقوني صح خنقوني ماشي غير في المنام. جلست هذيك الليله وصالح ولا خايف عليا بزاف وعلى ولادو، خاف يروح يخدم، بصح مالقري راح يخدم صح بالو كامل عندي، يضل غير يعيط لي في التليفون يقول لي دير القران في الشمره تاع الدراري. انا ولادي وليت نحصنهم، جبت ماء مرقي من عند بابا وليت نعطيهم يشربوا، صراحه خفنا على الدراري كتر. جازوا ليام ولا في النهار ما يصرى والو، بصح في الليل يصرى الباطل، ولو في الليل كي يرقد صالح يسحبوني من رجليا ويدوني حتى لادوش، انا ما نفيقش، هو اللي يقول لي ونصيب روحي كامل مخبشه، يجي يقول لي وعلاش راكي في الدوش، قال لي وليتي جاوبيني بلغه غير مفهومه. للعلم عفوا انا ما نعرف حتى لغه من غير العربيه. ولاو يصراو بزاف صوالح، ولاو يوميا كي يلحق الليل ويرقدوا الدراري وصالح نعاود انا نوض ونروح للدوش ونقعد، وصالح ولا ما يرقدش، قال لي كي نقعد قاعد ما يصرالك والو، قال لي غير نرقد يصرالك. فقدنا الخطه كيفاش راهي تمشي، ولا شغل يلعبها باللي رقد. من بعد انا نتاكد منه اذا رقد ونروح للدوش، وهو يتبعني ويطلع عليا سكيمي يشوفني واش ندير، قال لي شفتك ديري في طقوس غريبه وتخزري في البلافون تاع الدوش وشغل نهضر مع ناس، بصح هو ما يشوف والو، قال لي وجهك يولي شغل ازرق وعينيك يولو قاطعين، الملامح تاع وجهك يتغيروا بزاف، قال لي شفتيني نطلع عليك درتي ليا وجيتي لعندي، قال لي انا خفتك وليت نهضر وليت نهضر معها بلغه غير مفهومه وساعات نخلطها بهدرة نورمال يعني. حكمته خطرة من رقبته وليت نخبط فيه للارض، ولا هو يقاوم فيا بصح ما قدر ليش، قال لي تقول اني نضرب مع راجل قوي بزاف مزيه هو جاي حدايدي وسبورتيف،
قاومني بشويه من بعد كي ضارت معاه طحت نصرعت. من بعد جاب لي الماء ورشني. فطنت انا لقيت روحي عيانه ودقدقه كامل. هو حكى لي واش صرا، انا نفقد الوعي ما نحسش كاع واش يصرى لي. قال لي نجيب لك راقي. خلاص انا غير سمعت كلمه راقي قلبي ولا يضرب وحسيت سخانه طلعت لي، وليت نتنفس شغل كنت نجري. من بعد هو تفاهم مع بابا وجابوا لي راقي، طبعا بلا ما يقولوا لي. انا غير شفت الراقي شفت خيالك حل هجم عليا. من بعد ما على باليش واش صرات صرعت، هما حكاوا لي واش صرا. قالوا لي وليتي تعيطي وحشاكم تدفلي على الراقي وحبيتي تضربيه، تحاموا فيا كامل وما قدروليش. من بعد رفت الكرسي وجيت نضرب الراقي، وليت بعدا نجي في روحي. صرا الباطل فيا والجن اللي كان فيا ولا يهضر ويقول هي اللي اذتني. جو سكنوا في دارنا وهي وعائلتها، وزادوا قرأوا القرآن بالعاني وتصلي وتقرأ الأذكار. قالوا هلكتنا وعلاش سكنت هنا بالضبط؟ قالوا لأنها هي زهراوية، زهراوية عندها شغل في اللسان وعندها طاقة، حنايا في عالم تاعنا نسحقوها. قالوا حبينا ندوها عندنا ونخدموا معاها وهي محبتش. وانا صح في المنام كنت نشوف بزاف بزاف كوابيس، مرة تقول لي نديوك راجلك